ليا. جيسبر قصدك. اسمعي فرحات، انا نقول لك لو كان يزيد التلفزيون يحبس لي اليوم في الليل على بالك واش ندير لك ولا يو راس راس عمري غير رجعك سينما في الحومه ولا مانيش انا اسناك خليت رسالة. Je vais tout changer dans ce quartier. واش ندير لك انا حنونه؟ جو في حل عمرك انا جاي تشتكي لي شعرك مفريزي. واش ندير؟ شوف الطبيب. الحاج يا الحاجة يا الأطرش يهوين صباح الخير يا راضية. صباح الخير خالتي داوية. راكي لاباس؟ الحمد لله. يا وليدة يا وليدة وليدي عايشك. قول الحاج يبعث لي اسمه هذا غلط ثاني. هيا دوك الطير ربي دوك هذاك كيفاش حلي راح نقضي انا حتى جايني الضياف. ما لقاش عندك شويه سكر انت؟ والله ما تحشميتي دوك ثاني وليتي تخبي له حتى كيفاش يشرب قهوه تاعو. يا وانا مانيش الحاج انا الضاويه. قرعتي يا خالتي الضاويه ولا غير قرعتي انت؟ ما تنوضي بكري خاطر ما عندك حتى مشكل. احنا عندنا مشاكل هنا. يا اول مشكل يروح اللي حوسوا عليه. حتى لا ضاب خلوني بها سليمه. ما عندك سكر؟ عندي الملح. عطيني شويه انا ندخل من عندكم. خاصو كان عندكم نولي نتحول نولي كي الكبرى نولي نتسطح كان نتبدل. ما تتحولي ما والو بحال ذاتك راكي كيما راكي راكي كبرى تتحول. اسمعي يا راضيه. ها انت السكر واش راح ديري به؟ نديرو بالحليب والخبز ونخلطو لوليدي مسكين. السكر هذا وين راه باش نبقى قهوتي؟ سمعتي صار السكر للطفل الكبير مش صغير. يا ورا السما اللي طاح لك ويعطيه لك الطبيب في الاوردونونس. يا ريما يا العنتري. عن خالتي الضاويه انا جيت. يا ريما عايشك انت دوك عدتي طالعه الحاجه وقافل ولا فاتح؟ لا لا راه غالق. يا راح دوك راح ندير امي انا دوك حتى القضيه ما عنديش. راكي مقلقه بزاف خالتي الضاويه على عمي الحاجه. انا راه مجايني ضياف وما عندي والو. حصلي حصلي في الضياف. شو راكي تقولي انتي؟ قلت لك عنجينك بزاف. هو يا خالتي ضاويه فيها انا. سمعتي ما فيها لا انا ولا انتي. ايوا قلت لك عندي قضيه كبيره حنقضيه انا مكان لو كان ما جيتي حاضره يعني موش دوك ظهري يوجع فيا وراس ما غير نروح وحدي لا سوبرات ونقضي كيما نحب ونشري واش نحب. ودوك انا كيف راح ندير الضيافات؟ تعيش تقضي في السوبرات يبيعوا غالي. ياه والله استناك يحل عمي الحاج وشي من عنده. يا ودبري على حانوتك تتفاهمي مليح مع الحاجه يساعدك في السومه. انت واش راكي تشاركي في فمك؟ قلت لك بلا غير طيح واحد السماطه كيغلق الحاج في الحومه هنايا. والله غير صح يونسنا. يا نسوان واللي ما يعرفكمش يا بصح انا نعرفكم مليح مليح. تحوسي على الحاج سقسي وليدو امين. ما عنده ما دخلك نحب نسقسيه باش نشاورك انت. هاي اللي يسمر الصباب. اسمع وليدي يا اللي تسمر في الصباب طاح. قول لي قداه تسمر الصباط؟ 10000 برك الحاجة 10000. شوف وليدي والله العظيم غنعطيك 20000 لو كان تسمر لي واحد الفم نتاع واحد المشاركاي هنا. خالتي الضاوية. واشي؟ ما على بالكش علاش راه غارق الحاج اليوم؟ او علمي علمك وردية. والله ما على بالي اخواتي انا الصباح درت معاهم داروا فيا قفه حس. ايه واش قلتي قفه تعمل؟ ايه قلت لك قفه تاع العدس. بعثتهم يجيبوا لي يقضيوا لي قال لك هاو قافل. والما الما عندك؟ الما ما عنديش. ايه الما راح الصباح. ليه؟ العلم ربي اليوم يزهيت لك. انا صبنت انت ما رحتيش تقراي اليوم؟ لا لا خرجنا بكري المعلمة تاعنا زيدت مبروك عليها. انتوما التيشيخة تاعكم هذيك تعرفي فيها قاعدة قاعدة كي الدبانة. كنت ديام تولد الدبانة. الدبانة. ايه إما لا غدوة نقول للراجل ها تعرفي هو يقري هنا في المسجد تاعنا. انت لسانك وقد هكذا سلك امك؟ لساني طويل. ايه انت لسانك طويل انا لساني صغير هكذا هكذا. لا هكذا تقول لي ماما. ياه هذه راهي مكري شرا صار هكذا عنتر من الشداد قعدت تمنشر فيا مع ولادك. لا لا يعطيك الصحة. صح انا نتلاقيه خالتي ضاوية. واش ما لقاش عندك شويه ما باش ندوش؟ شني جيلو جيلو كيما يقول ريما. جيلو جيلو ما عنديش.
عندي حق ما انا عندي جريكان واحد ولا غير صباح عمرو راجلي وخفت مدلك يعيط عليا. سبحان الله هذا واش كنت نقول لك عندك جريكان عندي. انا فهمت عليه البلوك هذاك اللي من هي عندهم الماء 24 وحنا اللي ما عندناش عليه راح اليوم. لا لا صح صح عندهم 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 ايه. اسمع عمي هضروا علينا الجيراننا اروح اغلق الكونتر دوك يمرقب لي انت اللي غلقته. ما على بالي بحتى واحد. اسمع يا مرا بزاف عليك كل شهر خلص 25000 واش باقي لها ونصف. ايه هنا ندب على ايامي صاله فرعون انت اللي راك تقفل في العين والله الا ربحت. اسمع اسمع السي فرعون ذا حاب تقفل العين اقفلها على دارك تقفلهاش علينا احنا والله حفر بير. يما كي تجي ماما نقول لها تشكي بيك في الحومه. هي تشكي بيه نشكي بيه الكل. فرحاته انا تربي يسلكوك ولا مازال جاست مومان شايمه. هيا بركي انا متكعريش تاعك كان نهضر معايا نورمال. ما هيا قلت لك دقيقه برك خالتي ضاويه دمك. خالتي ضاويه خالتي ضاويه واش تحك او عندك فرحات كش ما تكسر لك قاعد يبلاصي لي في الطابونه بالتما هذا ما كاين قاعده غير الشغلات تي سخفت على شويه مسمن راح نديرو. خالتي ضاويه تبدي لي شويه ما تنسينيش نبعث لك بصح بشرط ما تمديش لهذاك فرعون. شكون فرعون؟ وشكون فرعون؟ فرعون هو راجلك. ايه راه قديمه كي بنتي هي بصح راكي عقابي راكي تمنشري لولادك عليا. تخمي ما على باليش هذيك الضاويه خالتك من الضاويه لسانها يجي قد نهكر. ما غلطتش؟ واش راكي تشاركي في فمك انت؟ نقول ما ظنيتش. ظنيتيش؟ نيتك ناقصه. درس تاع العلوم كنت نفهم في ليليا فيه هذا مكان. فهمت على الودنين على العينين على النيف وعلى اللسان. كي جات على اللسان قلت لها انت صغيره لسانك صغير. والكبار كيما خالتي الضاويه الله يبارك هكذاك لسانها طويل هذا مكان. اسمعي لا حبيتي تقري ولادك ما تقريهمش بي انا ولا حبيتي تمديهم الامثال مديها مديهم بلسان راجلك ولا بلسانك انت. انت لسانك او قاعد كيف فرده تاع 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 كلاكيت تاع تاع الحمام قاعد انا ساني طويل. ايت اوكي خلي ضويا الحمد لله. شوف فرحات دوك راني حنطيب لوليدي المسمن. قولي والله بصح حبيت نسقسيك ربي انت هذاك هذاك لاطرش تاع الحاج عليه راه قافل واش صرالو؟ علاه ما سمعتيش خالتي الضويا؟ يا ساتر يا رب ثاني واش صرالو؟ الحاج ولا من هذوك اللي ملهيه. واش اللي ملهيه ما فهمتش؟ قبلوه يولي يلعب في التلفزيون ولا اكتور راح يولي كيما انطونيو بونديراس. انت وربي ما تقولوش باللي عنده وخده في ودنيه. على هذيك اللي الدواء يا خالتي الضاوية طولوا رول تاع واحد الطرش ما يهدرش.